بنجد تحية مرة تانية ليكوا في مطبخ الستات. صحيح مفيدة مش معانا، ان شاء الله تبقى معانا يوم السبت، بس احنا قلنا نختم كده الاسبوع باكلات حلوة من شيف نصرة. منورانا واسعدتينا. ربنا يخليكي نورك. ازيك؟ الحمد لله. عامله لنا انت حاجات جديده ومختلفه هنعمل رولات اللحمه محشيه فريك، وهنفلفل فريك برضو، وهنعمل سلطه البطاطا الحلوه. البطاطا هنعملها سلطه جديده بالنسبه لي، سلطه البطاطا دي. حلوه يعني، ان شاء الله تعجبك. وبطاطا برضو، صينيه بطاطا بالبرشاميلو، يعني هنعمل البطاطا حلو وحادق. تمام. نبتدي بايه؟ بالفريك. نعمل بقى الفريك. بتبقي بلاه من بالليل؟ الفريك بيتنقع من بالليل او قبلها بساعتين ثلاثه بس. تمام. بس نحط شويه زيت. كويس. ونحط حته سمنه صغيره بس. حته سمنه صغيره عشان صغيره بس تقنعني انها اكله صحيه. نعم. ونحط البصل، هنشوح البصل. المهم البصل يبقى كتير. يعني الفريك روحه البصل يبقى كتير. هو الفريك اقل ضرر من الرز. هو الفريك صحي ومفيد وخفيف. مفيد طبعا، كل الاكل مفيد، بس بنتكلم على خفيف، ان هو اقل ضرر في السعرات من الرز. نعمل البصل، حط سنة فلفل. انت تعرفي ان انا عملت محشي بالمشروم؟ المحشي حشي مشروم. ما بيأدي كان تحفة. اكيد حلو. حلو جدا. شوية ملح صغيرين. اكيد حلو طبعا. بس البصله بس تدبل كده، وبعدين ننزل بالفريك نشوح. خلي دي كده يعني كلهم مع بعض كده، يعني يا دوبك البصله خدت صدمه كده وخلاص. دبلت بس كده. نطريها كده ونشوح الفريك كويس قوي فيها. والمقادير معانا هي على الهوا. هي الاكله دي ما فيهاش بهارات كتير، هي بهاراتها هي الملح والفلفل الاساسي بس. خلاص كده احنا شوحنا الفريك، خد تشويحه. ننزل شويه ميه سخنه صغيرين. يعني احنا بنشوحه وبعدين نحط عليه الميه. نحط عليه الميه. انا هاخد بقى كبشه صغيره كده من الفريك اللي انا هحشي بيها الرولات، وبعد كده هسيب الفريك يتفلفل عشان نحطه تحتيها. يعني احنا خدنا شويه كده. هو لان هي بتستوي اللحمه بتاخد وقت برضه كده. الستيك ممكن نحشيه مثلا فراخ بدل الفريك، او نحشيه مشروم. ممكن يتحشي مشروم، ممكن شرايح جزر او خضار. اي خضار يعني، اقتصادي يعني. بس لو هي اللحمه نفسها، هو بقى اما بيتنقع ما بياخدش كمان ميه كتير. بس كده خلاص نغطيه. وممكن نحشيه كنوة. نعم، ممكن نحشيه بدل الفريك كنوة. ممكن يتحشي كنوة، وممكن يتحشي برغل، ممكن يتحشي خضار، وممكن يتحشي برغل برضه. قابل لكل الحاجات. ممكن يتحشي برغل كده. بقى هنسيبها شوية. هجيب طبق عشان بتبقى اللحمه ايه بقى؟ اللحمه بفتيك. بفتيك. من وش الفخذ. ايه
كده. بس ناخد قطعه الستيك كده، رشه فلفل بسيطه. دي مش بسيطه خالص. ما هي دي مش بسيطه خالص خالص خالص. نقللها شويه، فلفل كتير. طيب ماشي. اي حد من الناس اللي عندهم مشاكل الحموضه او ارتجاع المريء او ما شابه ذلك يخلي بالهم من فكره الفلفل، يعني لو موجود يبقى قليل جدا لانه بيعمل مشاكل كبيره. الوقت الفلفل بيتحط كمان في، بحطه صحيح في اكتريه الاكل. ما هو حتى صحيح او غير صحيح ممكن هو بيعمل مشاكل للناس اللي عندها مشاكل في المريء، حموضة، مشاكل في القولون. فأي حد عنده المشاكل دي ينتبه من كمية الفلفل في الأكل والليمون، يعني في حاجات كده ينتبه ليها. بس احنا كده لفيناها وبنقفلها بقى الستيكس بالخلة عشان نضمن ان هي يعني ايه ما تفتحش يعني. واللي عنده قطع اللحمه مش رفيعه كده ممكن يدقها، صح؟ بتدق طبعا في البيت. كل حاجه. قللي بقى ما هو قللت خالص اهو. يا خبر ابيض اهو اهو. طب خلاص اهو اهو اهو. سيبنا صغنونه بس مش كتير. وممكن نستبدل اللحمه بصدور الفراخ برضو. بس كده حلو كده. فكده احنا شفنا اتنين هم معمولين. خلاص هي واحده هعملها على طول، مش هتاخد ثواني. تمام. كل اللي لسه عنده حياه جديده وعايز يتعلم الاكل، اكله حلوه وسريعه، تقدر البنات اللي لسه حديثي الزواج او اللي بيحبوا المطبخ وعايزين يمارسوا الهوايه دي يتعلموا حاجه سريعه. يعني نحط هنا كده، نحط نشوحه بقى، نحط في الطاسه شويه زيت صغيرين. ممكن نعمله بزيت زيتون بدل الزيت العادي؟ ممكن. طبعا زيت زيتون. ده زيت زيتون. ده زيت زيتون على فكره. والله؟ بس وننزل كده برولات اللحمه. ياسمين ده زيت زيتون ولا زيت ايه يا ياسمين؟ قولي الحق انت وضميرك. ايوه ايوه. خلاص كده اللحمة. بعد ما شوحنا اللحمة هنحط لها بقى ايه شوية مية كده. المية دي مغلية؟ مية سخنة. افضل اي اكل عايزين نزوده بالمية السخنة عشان ما بياخدش وقت. زي الطاجن كده، اما نيجي نعمل طاجن في الفرن يفضل ان الطاجن يتحط يسخن الاول. بس كده نغطيها بقى كده تستوي. لو انا مش عايز اعمل فريك وعامل ده بس، ممكن اقدمه بقى مع خضار سوتيه؟ ممكن تقدم مع خضار سوتيه. خلاص الفريك اهو قرب يستوي.
وفي الاخر بيطلع الشكل اللي احنا شايفينه. بيطلع ده شكله. بصي الفريك باين عامله كانه جوه اللحمه كوسه محشيه. هو شكله حتى بيبقى شيك في التقديم. طب نطبق السلطه. طبعا بنشيل الخله بعد ما السوى بقى خلاص بنشيل الخله. نطبق بقى السلطه. نحط الجرجير طبعا مغسول ومنقوع كويس قوي في خل، ودي الاوراق بتاعته. حلو. وفي بصل اخضر. بصل بقى ده الموسم بتاعه خلاص. والله البصل موسم البطاطا بيطلع في الشتاء. بس بنعمل كده الجرجير فرشه. وبننزل مش كل الناس بتعرف فكره ان البطاطا تتعمل حادق بس او تتعمل سلطه. والله حلوه بتبقى حلوه طبعا جداً. اكيد احنا بنقدم اكله جديده مختلفه. نحط بطاطا والحمص ده طبعا بيبقى مسلوق منقوع برضو من قبلها من بالليل ودي بطاطا اللي هي مسكره عادي. البطاطا اللي هي الحمراء دي. في البطاطا البيضه دي بتبقى حلوه قوي ويبقى سكرها قليل. بتبقى حلوه بس مش عارفه انا بحب البطاطا الحمراء، بحس انها بتبقى مسكره. انت ما بتحبيش بقى الحاجه المسكره قوي. ونحط برضو شرايح طماطم. بعدين تحط كده وبعدين البصل. هنحط شوية بصل الاخضر ده ليه فوائد كتير جدا جدا. بس برضو اللي عنده مشاكل في القولون او في المريء البصل صعب. الدريسنج بقى بتاعها هو اللي حلو قوي. عبارة عن ايه بقى؟ زبادي، كوباية زبادي، كوباية زبادي ومعلقة طحينة. شوية عصير ليمون ومعلقة عسل أبيض. لازم اللمسة تبقى موجودة. لازم معلقة عسل أبيض، سنة صغنونة أي فلفل عشان متزعلش، سنة صغنونة ملح. نسيت اقولك بقى البطاطا بنتبلها ببابريكا وملح وفلفل وزيت زيتون وتحطيها في الاير فراير او على عند في الفرن على الرف الوسطاني. طب كويس. من 10 دقائق لربع ساعه بتكون بقت شكلها كده يعني. ده الصوص بتاعها. اكيد هيطلع حاجه عظيمه جدا. خلي بقى هنا السلطة اهي جهزت كويس. نعم نروح للحلو البطاطا. صينية البطاطا بقى ده دقيق. لا سكر بودر ما شاء الله. رشة صغيرة بس رشة جريئة رشة بس عشان ايه ما تلزقش يعني. والبطاطا يا تتشوي في الفرن وتتقشر وتتهرس عادي او تتسلق. عايزه بس ابص بس على اللحمه. وطي عليها النار بتهيألي. لا خلاص هي اصلا ما بتاخدش سوى. هي لحمة صغيرة
خلاص هي كده استوت، هي كده استوت. بس البطاطا انا مش حاطه عليها ولا سمنه ولا زبده ولا حاجه. شكرا. عشان هي حلوه مسكره. بس بس هتحط عليها بقى البرشميل. برشميل بس بسيطه كده، كراميل وحاجات. البرشميلو ده بتجيبيه جاهز؟ تقعد قد ايه في الفرن بقى؟ يا دوب بس يعني 10 دقايق برضو، ربع ساعة مش كتير، لان هي كل حاجة فيها مستوية. يا دوب المارشميلو كده بيسيح، بيبقى بياخد الشكل ده. ترش عليه بقى رشة. انا شايفة زبيب وحاجات كده. ده الزبيب ده بيتحط على شوية على الفريك كده اللي عايز يعني. جرنشة كده يعني. كده صينية البطاطا خلصت. البطاطا خلاص كده. او تطلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هشوف بس الفريك. خلاص كده خلاص. أكل سريع جميل. كده خلاص برضو. تسلم ايدك. يس اهو. استني بقى شكل الاكل. هو هيطلع في الاخر زي الطبق اللي احنا. هو نفسه ده كده. عايزاني اغرفه لكم؟ لا لا تمام. هو معمول اهو. تسلم ايديك. ودايما بتبهرينا بالاكلات الحلوه الجديده. حاجات خفيفه كده وسريعه. اسعدتينا ونورتينا، ودايما نشوفك بخير، ونشوف كل مشاهدينا دايما في احلى خير وعلى خير دايما. دمتم بالف خير. والخميس الثامنه بتغطيه القاهره الزمالك والاهلي، يا رب مباراه تليق بسمعه مصر وبقطبي الكره المصريه. ان شاء الله نشوف ليله حلوه باذن الله، ودايما ايامكم حلوه، ويوم السبت ان شاء الله يوم جديد والستات عن